وايه رايك في رمضان لما وقف على الكوره المره الثانيه؟ هي ما فيش حاجه، هي ما فيش حاجه، حتى الحكم قال ما فيش حاجه، هي حركه عاديه، بس هو حب يحرق دمهم امبارح شويه عشان هم حرقوا دمنا في الماتش. دي احلى لقطه في الماتش. عادي جدا، في لعب فن دخل وقف وما حصلوش اي حاجه، ولا توقف ولا حد كان ابساس، ما لهاش حاجه بصراحه. صراحه الكره حلوه قوي والله، دي الدنيا كلها. وقفه رمضان ديت متعودين، اللي وقفه رمضان ديت بتبقى مره واحده في السنه، دي ثالث مره السنه دي بقى. لا دي بصراحه ما عجبتنيش، لاني ما احترمش البلد اللي هو راحها، ولا احترم النادي بتاعه قبل ما يحترم نادي الزمالك. بس انا بقول لك